السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نزيدوا جبنا فانيك فيديو تاع الأخضر باللومي. قال كلمة واحدة، قالوا أنا في خاطر، قالها المصري في 2019، قالوا أنا في خاطر الجزائر نجي على رجلي، قالوا ندخل ليبيا ونجي عندكم، قالوا إن شاء الله يا ربي. اختو الناس كيفاش يا ماجر، اختو رجاله كيفاش يا صاحبي؟ رجاله مبادئ، رجاله ماشي اموال، رجاله ماشي باش يبان، رجاله باللومي يتدسوا فيه الاعلام اللي كان يخدم لك. روحوا شوفوا هذاك هشام عبود، هذاك عمره لا هدر على باللومي، خاطر على ما عمره لا كان يتكلم على باللومي، عمره لا كان يبغي باللومي باش يكون على بالك. هو دائما من يهضر يقول لهم انا ماجر صديق تاعي، قندوز صديق تاعي، بالشيخ صديق تاعي، عمره لا قال باللومي صديق تاعي. خاص دائما وين كان يكتب عليه في الجورنال، ما يكتبش عليه في الجورنال، كان يكتب على جوارينا. ها نقول لكم باش حنا نسمعوا، ما نطولوش عليكم، نسمعوا باللومي. سمعوا هذه 2019، خاص كاين شي صوالح كاين بزاف ما يسمع فاتوه، ما يسمعهمش، مش قضيه كبار أوي 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 أوي. كابتن الأخضر بلومي نجم الكرة الجزائرية اللي ما فيش حد في مصر طبعا ما يعرفوش ولا يعرف مين هو الأخضر بلومي، واحد من نجوم الكرة الجزائرية، واحد من اللي متعنا سنين في كرة القدم. كابتن أخضر بلومي أهلا بيك اللعيب على MC مصر. أهلا وسهلا أخي العزيز، نحييك ونحيي المشاهد الكريم وضيوفك، وطبعا أنا أعرف أكثر حاجة أعرفها الشعب المصري، عظيم 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 والله. يعني عايز أقول لك أنت وحشتنا جدا 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 والله. تمام ونتمنى إن إحنا نشوفك في مصر، وأتمنى إن أنت تيجي تحضر المباراة النهائية ان شاء الله. نحاول انا مش كل حاليا في اوروبا، ولكن ان شاء الله على خاطر الجزائر على رجل نجي، ندخل ليبيا من تونس ليبيا ونجي لمصر ان شاء الله، ما فيش طياره. احنا بنطمنك ان الجزائر اكنها في الجزائر بالضبط، موجوده ان شاء الله في بلدها، ان شاء الله بجماهيرها في الجزائر اللي جايه، بجماهيرها المصريين اللي هيساندوا الجزائر ان شاء الله، تبقى يعني ملحمه تتوج يوم الجمعه بانتصار كبير جدا ان شاء الله للجزائر على السنغال باذن الله في نهائي افريقيا. ان شاء الله تكون نتيجه عربيه ان شاء الله. طيب يعني انت مريت بظروف كبيره جدا، شايف المباراه ازاي؟ مباراه الجزائر يمكن من اول مباراه لحد مباراه النهائي ما شاء الله يعني كبير جدا مع جمال بالماضي، شايف المباراه النهائيه هتكون صعبه ومختلفه غير المباراه اللي فاتت؟ اسمع صعبة النهائية دي، صعبة ضد السنغال، فريق محترم ما فيه نجوم، ورغم فزنا عليه في الدور الأول، ولكن هذا الشيء معليش يعني الاثنين جزنا في المجموعة الأولى رحنا إلى النهائي، يدل باللي هم أعظم وإحنا كذلك، يعني منتخبين يعني لها إمكانيات عظيمة في الملعب، يعني لا تكتيكيا ولا فنيا وحتى بدنيا وكذلك المتعة هي النجوم بارك الله من محرز وماني إلى آخره. رأيك في جمال بالماضي كإدارة فنية لمنتخب الجزائر والأداء اللي بيأديه في مصر؟ والله بالماضي الرجل الوحيد في الجزائر حاليا، الرجل الوحيد في كرة القدم الجزائرية اللي رجع المنتخب تاعنا في المكان تاعه الأصلي، رغم المشاكل اللي كانت في المجموعة الداخل، يعني مشاكل داخلية، رغم أربعة وخمس أجانب جاوا لهم أسماء جاوا بعد المونديال 2014 بعد البرازيل، ما حلوش المشاكل، وهو تبارك الله كما يقول لك طريقة العمل اللي يديرها هو الكلام بس، هي كانت مشكلة بين اللاعبين، حل كل المشاكل ورجع صف واحد، يعني كل اللاعبين في صف واحد، والمهم والاساس كل الناس اللي احنا معولين عليه ونستنى فيه هو الوطني، الفريق الوطني قبل كل شيء. اسمع ست ماجر، اسمع عمر مليح في راسك يا ماجر، عمر كبيره جدا وموهبتك الكبيره جدا، ايه النصائح اللي تقدر تقدمها للاعبي الجزائر قبل؟ اسمع مليح ماجر، اسمع
والله المصاعي سهلة بالماضي، بالماضي وراها يعني راح يعمل فيها هو الجزائر من بكري، الهجوم من بكري، سجل الأهداف، الهجوم سجل الأهداف، وبعد ذلك من الأهداف في ألمانيا وفي المكسيك، وبعد كان هذو بتاع الأفارقة يعني أمم أفريقيا، يعني السلاح الواحد بتاع الجزائر هو الهجوم. يعني سيد بالماضي شاهدناه في التصفيات يعني، وخاصة في الكان بمصر الشقيق، يعني كله هجوم، السلاح الواحد هو الهجوم، لازم عندنا فريق، عندنا هجوم، أسماء تسجل أهداف، لازم نلعب للأمام، هذا هو يعني المساج أو السلاح الواحد اللي يفوز بالنهائي إن شاء الله. مين اللاعب اللي كان مفاجأة ليك من منتخب الجزائر في هذه البطولة؟ احنا المفاجأة هو المدرب، يعني المدرب، لان قبل التصفيات الفريق ما كانش، قبل مجيء السيد بالماضي هو المفاجأة، ضرب ديرك هنا لك ماضي، كيف صاب الحل، يعني صاب ضرب هنا يا ماجد، قال له بتسكين في مكانها، ورجع الفريق يلعب الادوار الاولى، ما كناش نلعب في الادوار، حتى في يعني في التصفيات تأهلنا قبل المباراتين، كانت باقية مباراتين تأهلنا تبارك الله، وفي الكام بمصر الأداء، النتيجة والأداء، ويعني بكل صراحة، وكنا نسلو فيه، كونا فريق، كونا فريقين لحد الآن، اللي يغيب معليش، اللي يغيب كان أخو يخلفوا الحمد لله، يعني بثقة تامة، يعني العمل العلامة الكاملة للسيد بالماضي. طيب شفت ازاي خروج منتخب مصر من دور ال 16؟ صح، هذا هو اسمع اسمع انت تلقى اسمح لك نتمنى، وكنا اسمع قبل ما تجي يعني الامم، هذه البطوله الامم، كنت نتمنى ربعه فرق، يعني اسمع شو يعني شو الدبلوماسيه كي دايره، شو الدبلوماسيه كي دايره، والنتيجة كما ذكرت تبقى عربية للأسف، يعني مفاجأة بكل خاصة لمنتخب مصر، يعني رغم النجوم مش كنت ترشح فيه مصدين المشكل، يعني المشكل هو تاع يعني اللعاب المحلي تجيب أجنبي، لا لا أجنبي ما يحلش، احنا جربنا جبنا أجنبي من بعد 2015 2014 كأس العالم بالبرازيل، جبنا أجنبي ولما نجحناش، جبنا المحلي نجحنا، هذا مثال يعطي الأفارقة في المنتخبات العربية، لازم المحلي، لاعب المحلي يلعب من قلبه، يلعب بجدارة، يلعب يعني كل قلبه، يلعب الألوان، هذه زيادة، الأجنبي يجي على يعني ماشي على فلوس، ولكن ما عندوش أهمية، يخسر هو محترف، ولكن المحلي، العجين المحلي او المدرب المسؤول عنده حاجه يعني خاصه، يفكر الشعب، يلعب الالوان الى اخره، هذه تدعم اللعب يعني اللي يلعب في المنتخب، وهذا ما صار السيد بالماضي. تنظيم والله علامه كامله للتنظيم، تبارك الله، يعني ملاعب وجمهور، لا الجمهور مشكل، يعني ما كل الملاعب خاوية، ما فيش شعب، وهذا انسحاب الفريق المصري هو اللي أدى ذلك، الشعب ما فيش شعبية في المدرجات، خاوية كلهم للأسف، ولكن التنظيم علامة كاملة 10/10 بكل صراحة. بشكرك كابتن الأخضر بلومي، واحد من الناس اللي تهدر شكي بس اهدر 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 على اهدر اهدر على اللي اهدر مي قال له على المصر اقصاء تاع مصر، قال له تمنيت باش يكونوا ربعه تاع فرق في المربع الذهبي، قال له صدمه كبيره، ما قالوش كنت مرشحهم هما الوالا، ما قالش بلي انا مرشح مصر هما، قال شكر بلاده، شكر المدرب تاع ود بلاده، شكر يعني شكر العجينه تاع الجزائر، العجينه تاع الجزائر، شكر اللعاب المحلي، شكر معليش يشكر اللعاب المحلي، نورمال خاطش على فانيك نجحوا لاعبين، فانيك لعبنا لعب بن عمري، لعب بن سبعيني، لعبوا لعابه مع بونجاح بلايلي، يعني لعبوا لعابه جزائريين بالبطوله الجزائريه، على ديك كالي داها على بلومي، يقول لك يا ودي وكيفاش قال اللعاب الاجنبي، ماشي بلومي الله غالب، احنا اللغه تاعنا كاع مهبوله، على بالك ما تقدر كيفاش تقدر الدارجه تاعنا، هو هدرها كيما هكا، ما هدرش قال لاعب اجنبي، ماشي عاير في اللعابه، لا هو اصلا يدافع على محرز، اصلا يدافع على بن ناصر، دافع على ماندي، اصلا هو مين هدر قال لهم محرز ماندي، قال لهم محرز ماندي.
شو كيفاش؟ على هذيك نقولوا حنايا لازم تدي نقاب يا ماجر على بلومي، كيفاش يشكر بلاده؟ قال له انا نروح نمشي، قال له انا، قال له لا تقدر عليا على بلادي، قال له ندخل مصر مشي هذه هي.